طبعا الفترة الزمنية للتقاضي، أنا أوجه كلامي هذا سواء للاعبين أو إداريين وما إلى ذلك، أنه أي مخالفة انضباطية داخل الملعب في أشياء جديدة أنا بذكرها، هي للمختصين ليست جديدة، البعيدين هي جديدة. أي شيء يحدث داخل الملعب يجوز التظلم فيه قبل 3 أشهر. يعني النظام، المشرع في النظام أعطاك فترة 3 أشهر اللي داخل الملعب. داخل الملعب تمام، اللي خارج الملعب 6 أشهر. قضايا الفساد ليست لها مدة محددة، يعني يستطيع أي شخص بعد 3 سنوات يفتح قضية، يفتح قضية إذا توقع فيها فساد. تمام، لذلك نفرق بين 3 أشياء: داخل الملعب، داخل الملعب، والتي خارج الملعب، وكذلك قضايا الفساد.